إذن السلام عليكم علماء العلم للجميع. نحن في الجزء الأخير من درس La formation des roches sédimentaires. Alors وصلنا La sédimentation dans différents milieux. الترسب في أوساط مختلفة. الترسب مثلا عندي واحد البسام بحال هكا فيه الماء، أي حاجة لحتيها فيه مثلا كتبدا تهبط لتحت، تفهمنا؟ وكتبدا تحط هنا في التحت. هذه العملية ديال نزول الى الاسفل وتحط هنا كتسمى عمليه الترسب، اللي هي بالفرنسيه لا سيديمونطاسيون. قال لك سيدي لي زيليمون دي تريتيك اي لي زيليمون دي سو ترانسبورتي سو دي بوز دون ديفيرونت ميليو دو سيديمونطاسيون. يعني ماذا؟ يعني داكشي اللي تهرس من الحجره وداكشي اللي داب في الماء كيوقع ليه النقل والترسب في اوساط مختلفه. هاد الاوساط كتسمى دي ميليو دو سيديمونطاسيون، يعني اوساط الترسب. غنجيو لهنا الشباب انتبهوا معايا مزيان، هاد الخطاط هادي بحال الا مجموع فيها الدرس كلشي. اول حاجه شفناها في الدرس هي لالتيغاسيون دو لا روش مير، يعني التفسخ والتشتت ديال الصخره الام اللي كيتبعوا ليغوزيون، يعني الحت، فهمنا؟ كيعطيني برودوي دو ليغوزيون اللي كنسميوه ايليمون ديتريتيك. هاد لي زيليمون ديتريتيك ولا لي زيليمون فان سون ترونسبورتي، هادي هي الفقره الثانيه اللي شفنا. يلا دازت هاد ترونسبور باش كيدار؟ كيدار اما بلو اما بلوفون، اما بالماء اما بالريح. فاش كيوصلوا؟ كيوصلوا لواحد البلاصه اللي غيترسبوا فيها، اللي غيوقع فيها الترسب، وحنا في هاد البارتي ديال الترسب اللي هي لا سيديمونطاسيون. كذلك كاين واحد العمليه كطرا هنا كنسميوها لا دياجينيز، اللي هي التسخر، غنشوفوها من بعد. دونك لا سيديمونطاسيون دي زيليمون ديتريتيك، ترسب العناصر الصغيره والدقيقه. Les éléments détritiques se déposent selon un granoclassement vertical. On va voir ici. Grano, يعني granulométrie, يعني دوك الحبيبات. كنقصدوا بها دوك الحبيبات ديال الكبار والصغار والمتوسطين والرقاق. كلاسمون هو الترتيب، يعني داكشي الناتج عن الحد كيوقع عليه واحد الكلاسمون. اما هذا الكلاسمون كيكون فيرتيكال يعني عمودي بحال هنا، اما au bord des rivières qui sont جوانب ديال أودية، ils selon un granoclassement horizontal le long de rivière على طول الوين. واخا نشرح لكم هاد جوج اللعيبات. granoclassement vertical، مثلا زينا واحد البيشير درنا فيها الماء وزينا واحد الكومه ديال التراب فيها الحجر وفيها كلشي كبيناها فيها، اشنو غادي يطرى؟ داك الحجر غادي يبدا يهبط لتحت، يعني غتوقع ليه عمليه الترسب. اول حجرات غيهبطوا لتحت هما دوك الحجر الكبار اللي هما لي بلوك اي لي غافيان، الحجر الكبير والكياس الكبير. ثاني حاجه غيتبعوا داك الحجر الصغير، من بعد غتبعوا الرمله اللي هي الصبل، من بعد غيتبعوا لاغجيل اللي هو الغيس، تفهمنا؟ عاد داك الماء المعكر، داك الشويه اللي بقى في الماء اللي غادي تصفى مع الوقت. هذا كنسميوه غرانو كلاسمون فيرتيكال، عمودي بحال هكا. هذا فين كيكون؟ كيكون في لي بور دو ريفير. غنجيو للغرانو كلاسمون هوريزونتال، هذا الواد وهذا لو سونس دو كورون، يعني الماء كيجي من الجبوله هنا وكيبدا يتمشى بحال هكا. دائما الا مشيتو في الواد، في الفوق ديال الواد، فهمنا؟ لامونت كنلقاو داك الحجر الكبير، قد ما جيتي هابط مع الواد كتلقى الكياس الرمله، عاد في الاخر كلشي بوس. هذا البوس فيه الغيس وفيه داكشي الرقيق اللي خفيف كيدي الواد حتى لافان. المهم هذا الكغانو كلاسمون هوريزونتال. لا سيديمونطاسيون دون زان ميليو لاغينيير، لي لاغين الشباب هما البحيرات الصغار اللي كيكونوا حدا البحر كيكونوا سخان. لا لاغين اي ان اونتون دي دو سالي اي بو بروفوند سيتي اون زون كوتيير. كما قلت لكم عباره عن بحيرات صغيره بحال هنا، الا شفتوا هنا ما عندهاش العمق ديالها ضعيف وجد مالحه، وتكون ب قرب الساحل هو البحر لوسيون بيان لا مير كومبليتمون او بارسيالمون ايزولي دو لا مير باغ ان كوردون ليتورال. اما كتكون معزوله على البحر، يعني هنا كيكون مسدود غير فاش كيكون الماء المجهد كيبدا ينقز لنا، اما كيكون شي بلاصه مفتوحه كيبدا يدخل منها الماء وكيخرج، فهمنا؟ هذا هو كومبليتمون او بارسيالمون ايزولي. دونك لا لاغين اي كاركتيريزي باغ لو ديبو دو سيديمون كربوناتي اي سالان، يعني هاد البحيرات اللي كاينه حدا البحر كتميز بالترسب
ديال عناصر ولا سيديمون رواسب كربوناتيه، كربوناتيه يعني فيها الكالكير اكسيتيرا، ولا صنا يعني ملحيه. باش فهموا مزيان هاد السيديمونطاسيون في لي لاغون، مثلا جبت الماء البحر وخليته بدا كيتبخر، فاش غيبدا يتبخر مع المده الا شفتوا الماء كان في هذا المستوى نقص فيه هاد شويه، هاد شويه اللي تبخر ترسب في المقابل ديالو هاد الطبقه الخضراء اللي لونتها بالاحمر، سيديمونطاسيون دو كربونات دو كالسيوم، يعني كربونات الكالسيوم. الا خليناه شوفوا الثاني الماء المستوى نزل، الا خليناه مع المده كينقص الماء وكتزاد طبقه اخرى سيلفات دو كالسيوم كبريتات الكالسيوم، مع المده عاوتاني كيتبخر داك الماء نقص كتزاد طبقه اخرى كلوغور دو صوديوم كلورور صوديوم الملح، مع المده فاش كيختفي الماء سيديمونطاسيون دو كلورور دو بوتاسيوم كلورور البوتاسيوم. المهم اللي خصكم تعرفوا ان لا سيديمونطاسيون في لي لاغين ناتج عن تبخر الماء وبقاء دوك العناصر الدائبه في الماء كترسب. لا سيديمونطاسيون دون لو ميليو مارين، في وسط بحري. لو ميليو مارين اي ان ميليو سيديمونتير لو بلي لارج لو بلي امبورطون على لا سيرفاس دو لا تير، يعني الوسط البحري هو واحد الوسط ديال الترسب الجد شاسع والاكثر اهميه في الارض، يعني كاع دوك الاوديه اللي كيجيبوا داك طربوا داك الحجر دائما كيساليو في البحر في غالب الاحيان، كاين اللي كيساليو في سد ولا في بحيره، ولكن في غالب الاحيان كيساليو في البحر. il se caractérise par la proximité du continent et par la profondeur des eaux، هاد البحار تتميز بقربها من القارات وبكونها جد عميقة. Ce qui influence sur la dynamique des eaux et le type des sédiments. Le milieu sédimentaire marin est divisé en plusieurs zones. يعني الوسط البحري يتميز بانقسامه الى عدة مناطق. غنشوفوا المنطقة الاولى، هنا راه كاين انت مثلا فاش كتعوم الشجرة وما ماك اكسيتيغا، من هنا كاين مستوى البحر، تفهمنا هاد السطر هذا، يعني هادشي كلشي ما. إلا لاحظتوا كاينة واحد المنطقة هنا، البلاصة فاش كنعومو هي هادي تقريبا، كنسميوها زون ليتوال، العمق ديالها من زيرو متر تال 60 متر، فورس دي كورون كيكونوا فيها الحركة ديال الأمواج اكسيتيغا بليز امبوغتون، ثلاثة الزائدات يعني كاين بزاف الحركة، اللي كيترسب في هاد المنطقة هما لي بلوك. لا طاي ديالهم من 10 مليمتر حتى 256 مليمتر. دونك المنطقه جوج لي هي هادي هي بلاطو كونتينونتال، دايره بحال البلاطونيت مسرحه، العمق فيها تقريبا من 60 حتى 200 متر، الحركه ديال الامواج فيها كتكون موان بورتون كو زون ليتورال، مي فيها الحركه. اللي كترسب فيها هما لي غافيير، القد ديالهم هي من 2 حتى 4 مليمتر. المنطقه الثالثه اللي هي هادي هاد الهبطه هادي كنسميوها طالي كونتينونتال، العمق ديال الماء من هنا لهنا كيكون من 200 حتى 2000 متر، اللي كترسب في هاد الله يهديك الله يهديك القنم، اللي كترسب في هاد البلاصه هو الصابل الرمله، فهمنا. الزون الرابعه هي من هنا من 2000 حتى 5000، كنسميوها بلان ابيسال، هي عديمه الحركه ما كاينش لي كورون. اشنو كيكون فيه؟ البوص، هاد البوص هو داك تفرتيتو داك بحال الزبل. دونك لا طاي من 0.04 حتى 0.05. دونك دون لي زوسيون ان كونتيتي امبورطون دي زيليمون دي سو اي يوتيليزي بار لي زورغانيزم بلانكتونيك، يعني واحد الكميه جد مهمه ديال دوك العناصر الدائبه في الماء تستعمل من طرف الكائنات البلانكتونيه، هي كائنات دقيقه تتعيش في الماء ما كتبانش بالعين المجرده. كاين لو سيليس دو سو اي يوتيليزي بار لي غاديولير بور كونستخويغ لي تيست سيليسيو، يعني كاين واحد الماده سميتها السيليس كتستعمل من شي كائنات كيتسموا غاديولير بور كونستخويغ لي تيس سيليسيو، يا يعني باش يقادو هاد القشرات ديالهم من السيليسيو. دونك لو كالسيوم دي سو اي يوتيليزي باغ لي فوغامينيفير بور كونستخويغ لي تيس كالكير، هاد الكائنات هادو كيستعملوا كالسيوم باش يقادو هاد لي تيس كالكير، يعني البيوتا ديالهم اكسيتيغا، راه كتشوفوهم حدا البحر. ابخي لا موغ دو سيز ايتر فيفون لور تيس ساكيمول اي فورم دي بو سيليسيو اي كالكير دون لي فوند اوسيانيك، يعني من بعد ما كيموتوا هاد الكائنات هادو هاد القشرات ديالهم ولا هادشي اللي قادوه من السيليس والكالسيوم كيبدا يتجمع وكيعطينا داك البوس سيليسيون. دونك
La transformation ou bien transformation des roches sédimentaires en roches compactes. Il y a un tahoul, il y a sokhor rosobia, il y a sokhor solba.